معاكم ولاء صلاح. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كحك العيد زي ما قلنا امبارح. امبارح عملنا مع بعض البسكوت الصحي بالبرتقال، النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكحك. تعالوا مع بعض نشوف المقادير. انا عندي هنا في البولة ده كيلو دقيق، انا النهاردة هشتغل بدقيق ابيض، بس برضو هقول لكم لو هنعمله صحي المقادير هتكون ازاي. عندي كيلو دقيق، ده دقيق ابيض بس انا جايبة اللي هو الفاخر، بيبقى حلو في البسكوتات وفي المعجنات عامة. وعندي معلقة كبيرة دي ريحة الكحك، لو مش موجودة عندكم مش مهم ممكن تستغنوا عنها. وعندي معلقتين كبار سمسم محمص، ياريت يكون محمص مش ابيض لانه بيدي طعم احلى في العجينة. وعندي حوالي رشة ملح، وعندي ربع نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. ده بالنسبة للمكونات الجافة. وعندي هنا في الكوباية انا حاطة معلقة صغيرة خميرة وحاطة عليها معلقة صغيرة سكر. وعندي دول 200 جرام مية، شايفين عند 200 اهم 200 جرام مية، دول هنحطهم الوقت على الخميرة ونشتغل بيهم. وعندي هنا في البولة اللي هشتغل فيها ده 550 جرام سمنة، بس دي سمنة باردة يعني ساقعة بس تكون لينة، شايفين لو دست عليها لينة بس في نفس الوقت باردة علشان تديني هشاشة حلوة. وحط عليهم معلقة كبيرة سكر بودرة، معلقة واحدة بس. بالنسبة بقى للي عايز يكون الكحك يكون صحي اكتر، هنعمل نص كيلو دقيق شوفان ونص كيلو دقيق قمح كامل، وهنحط نفس المكونات من ريحة الكحك والسمسم والبيكنج باودر. وعندنا السمنة هنخليها بس 500 جرام علشان ما يكونش ناعم قوي ويكون كمان صحي اكتر. وعندنا الخميرة هتكون برضو نفس المقدار، ومن السمنة هنشيل السكر البودرة وهنشتغل مع بعض بنفس الطريقة، في سواء بدقيق الشوفان او لو هتشتغلوا بدقيق عادي هتكون نفس الطريقة، بس المقادير هتتغير زي ما قلتها لكم. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنشتغل ازاي. اول حاجة انا عندي هحط على الخميرة والسكر 200 جرام مية. انا اشتغلت في الكوباية دي عشان اوريكم ان الكوباية دي بتساوي 200 جرام، علشان اللي ما عندوش حاجة يعير بيها الملي يعرف ان الكوباية دي 200 جرام اللي هو المج بتاع الشاي العادي، اكيد موجود عندنا في كل بيت. هنقلب الخميرة مع السكر والمية ونسيبها على جنب لحد ايه ما نشتغل، هناخدها في الاخر. انا قلبتها اهو، هسيبها بقى في جنب وبعدين نرجع لها تاني. انا عندي هنا السمنة مع السكر البودرة، هضربهم مع بعض لحد اما اوصل لقوام كريمي ويكون هش. انا النهاردة هشتغل بايدي علشان اللي ما عندوش عجان او مضرب يعرف ان الموضوع مش محتاج حاجة كهربية علشان يشتغل، بس طبعا اللي عنده العجان او مضرب كهربا ممكن يشتغل بيهم طبعا عادي هيسهله اكتر. هضرب بقى السمنة مع معلقة السكر لحد ما لونها يفتح وتبقى كريمية وارجع لكم تاني. انا عندي اهو ضربت السمنة مع معلقة السكر لحد ما افتح لونها وبقت هشة شوية. طبعا اللي هيضرب في العجان او بالمضرب هتدي له نتيجة اكتر وهتبقى لونها افتح وهشة اكتر. في معلومة مهمة عايزة اقول عليها للسمنة، انا السمنة اللي شغالة بيها دي سمنة حيوانية مش نباتية، طبعا هتكون افضل كتير واصح كتير من السمنة النباتي. اللي ما يعرفش الفرق ما بين النباتي والحيواني، السمنة الحيواني بتكون معمولة بنسبة 100% من الحليب طبيعية خالص، والسمن النباتي بتكون معمولة من زيوت مهدرجة زي زيت النخيل، فما بتكونش طبعا صحية. انا هاجي بقى عندي المكونات الجافة هقلبها كلها الاول مع بعض وبعدين هنزل بيها على السمنة وهفضل افرك فيهم كويس لحد ما السمنة يشرب كل الدقيق وتتحول معايا لعجينة والدقيق يبقى شرب كل السمنة. مش اول بس اما افرك السمنة بالدقيق ويبقى مفرول يبقى كده خلاص، لا انا هفضل ابس فيه لحد اما ينعم خالص معايا والدقيق يشرب كل السمنة ويبتدي ان هو هيتحول لعجينة. هوريكم المرحلة دي معايا.
انا عندي اهو حطيت الدقيقة على السمنة وبدأت ابس فيهم. طبعا العجين شايفين لسه مفرول، لا انا مش عايزاه كده، انا هفضل بقى ابس فيه بايدي لحد ما ينعم خالص ويبقى هيتحول لعجينة. كل كتر ما بنبس فيه كل ما يدينا كحكة ناعمة وهشة كده بتدوب في البوق. انا بقى هكمل بس فيه وبعدين اوريها لكم. شايفين انا عندي هنا اهو بسيت لحد اما بقى الدقيق شرب كل السمنة، شايفين، وتحول اصلا لعجينة من قبل ما نحط عليه المية. هو دي المرحلة اللي انا عايزة نوصل لها، لان ما بنعمل كده بتبقى الكحكاية معانا ناعمة ودايبة. طبعا انا مجربة مقادير كتير ومجربة طرق كتير، صراحة دي افضل مقادير وافضل طريقة هتعجبكم قوي ان شاء الله. بتكون الكحكاية هشة كده وناعمة من غير ما تلزق في البق وتبقى ناعمة بزيادة. المقدار ده حلو جدا هيعجبكم ان شاء الله. تعالوا بقى اخر حاجة هننزل بيها اللي هي المية مع الخميرة والسكر. انا قلبتهم اهو زي ما حضراتكم شايفين، هحطهم بقى كلهم على العجينة وهعجن فيها لحد بس ما تلم. اول ما تلم معايا هوقف عجن خلاص، لان الكحك من الحاجات برضو اللي ما بتحتاجش عجن كتير زيه زي البسكوتات، لاننا لو عجننا فيه كتير هيدينا عرق وهتطلع الكحكية ناشفة وبتشد زي العيش، مش هتبقى حلوة خالص. انا بقى هحط المية على العجينة واقلبها لحد بس ما تلم معايا. انا عندي حطيت عليه كل كمية المية اهو وعجنته بس لحد ما لم معايا زي ما قلت، مش هعجن فيه كتير، بس اول لما لم معايا وقفت عجن. شايفين العجينة قوامها حلو جدا، شايفين مش بتلزق في الايد، هو ده القوام المظبوط. ياريت طبعا ما نزودش المية عن المقدار اللي قلت عليه عشان ما ينشفش معانا، لان كل ما بنزود فيه المية بيطلع ناشف. تعالوا بقى نشوف هنشتغل فيه ازاي. انا طبعا مش هسيبه يخمر لان الكحك من الحاجات اللي ما بتحتاجش تخمر، عقبال لما بنشكل وبنسوي بيكون خمر وبياخد بقية التخمير بتاعه في الفرن. كمان هو فيه نسبة سمنة عالية فمش محتاج يخمر قوي علشان يكون طري. بالنسبة للحشو انا عندي عين جمل وعندي عجوة. انا بحب احشي عين جمل وبحب احشي عجوة. العجوة دي انا حطيت عليها ربع معلقة صغيرة سمنة وحطيت عليها معلقة سمسم محمصة وربع معلقة صغيرة هيل او اللي هو الحبهان المطحون ونص معلقة صغيرة قرفة، وقلبتهم مع بعض لحد ما بقت طرية بالشكل ده. طبعا ممكن تحشوا اي حشوة انتوا حابينها، ممكن ملبن، ممكن اي نوع مكسرات تاني، ممكن عجمية، اي نوع تحبوه، او ممكن كمان تسيبوه سادة خالص من غير ما تحشوه اي حاجة وترش عليه سكر بودرة في الاخر. هنا حتة من العجين، طبعا العجين طول ما احنا شغالين ياريت يكون متغطي عشان ما ينشفش معانا عقبال ما نخلص. هناخد بقى مقدار صغير من العجين اهو حسب حجم الكحكية اللي انتوا عايزينها. انا بحب الكحك يكون صغير يعني بالنسبة لي كده كويس. وهاجي بقى انا هشكل فيه كده اهو، شكلها كرة، شايفين مش بيلزق معايا ولا اي حاجة. طبعا انا قلعت الجوانتي عشان مش هعرف اشتغل فيه في التشكيل هيبقى صعب. وهاجي هنا في النص هاجي افتح فتحة واخد مثلا من عين الجمل اهو، احط واحدة عين جمل واقفلها كويس واكورها تاني اهو، بقت بالشكل ده. وبعدين احطها في الصينية. عندي هاخد بقى واحدة تانية، تعالوا نعمل واحدة تانية بالتمر عشان اللي ما شافش معانا اول مرة يشوفها تانية. هاخدها برضو، انا هاخد اهو برضو اكورها وبعدين افتح فتحة في النص وهاخد كرة صغيرة من العجين اهو، هعملها كرة واحطها في نص الكحكية بتاعتي وهعمل كده برضو وبعدين احطها في الصينية. انا بقى دلوقتي ما عنديش لا بصامة ولا منقش، هشكله ازاي؟ تعالوا اوريكم ازاي هنشتغل وندي شكل جميل بحاجات بسيطة من البيت. انا عندي هنا كوباية عادية خالص، شايفين من تحت ليها رسمة، وعندي هنا دي مبشرة عادية خالص اللي هي بنبشر بيها الجبنة او كده. انا هاخد عندي مثلا اللي عملناها بعين الجمل، هاجي اهو
وانزل عليها بالكوبايه. شايفين ادتني شكل جميل ازاي من غير ما يكون عندي بصامة ولا اي حاجة، وشكلها يكون احلى من البصامة كمان. نيجي عندي مثلا اللي عملتها اهي بالطم، شايفين هيجي في المبشرة اللي عندي وهدوس عليها كده عشان تاخد الشكل، شايفين، وهشيلها بالراحة. شايفين ادتني شكل جميل ازاي. ده حاجات بسيطة موجودة عندنا في كل بيت. ممكن اللي ما عندوش كمان حاجة خالص يعمل أشكال مربعات بالسكينة، ممكن نعمل بالشوكة، أي حاجة متاحة عندنا في البيت، مش لازم نجيب أدوات معينة علشان نعمل الكحك. طبعا في ناس بره مصر زيي فأكيد مش متوفر عندها البصامة ولا المنقاش، فطبعا الحاجات دي هتكون سهلة ليها. أنا بقى هكمل الصاج كله بنفس الطريقة وبعدين هنرجع نكمل مع بعض. وده شكل الكحك معايا بعد ما كملت الصاج. انا هسويه دلوقتي على درجة حرارة 200، الفرن مسخناه من قبل كده، انا هسويه على درجة حرارة 200 علشان انا حاشيه. لو هتعملوا كحك سادة هنسويه على درجة حرارة 180 عشان طبعا بيكون السادة الكمية العجين جوه اكتر، ف 180 عشان يستوي معاكو حلو. انا هدخله بقى الفرن دلوقتي وما يستوي اوريه لكم ان شاء الله. معايا اهو في الفرن لسه ما كملش سوا، اتحمر من تحت. انا بقى طفيت وشغلت الشواية، هديله لون بس بسيط واطلعه. وده شكل الكحك بتاعنا بعد ما استوى. طبعا استنيت لحد ما برد تماما وبعدين رصيته في الطبق. شايفين شكله حلو ازاي؟ ايه رأيكم؟ اعذروني انا ما قدرتش احط عليه كل سكر لان انا مش بحبه بالسكر، بس زي انتلكوا شوية هنا شايفين النقشة باينة فيهم ازاي، برغم ان احنا عملنا بالكوباية وما كانش عندنا بصمة، بس مع ذلك النقشة بتاعت الكوباية باينة. ومش قادرة اقول لكم بقى طعمه حلو ازاي وناعم قد ايه. عايزة اوريكم واحدة عامل ازاي، تعالوا نشوف. هقطعه بس بالراحة عشان ما تتصوروش ناعم قد ايه. شايفين دي اللي هي بعين الجمل، شايفين دايب وهش ازاي. عايزة اوريكم واحدة من اللي بالتمر كمان، شايفين بصوا بيتكسر ازاي من كتر ما هو ناعم ودايب وجميل. ده معانا اللي بالتمر اهو، شايفين عامل ازاي، ما تتصوروش هش وبيدوب في البق قد ايه. هيعجبكم قوي ان شاء الله. بتمنى الكحك بتاعي يعجبكم النهاردة، ولو عجبكم الوصفة بتاعتي النهاردة ما تنسوش تعملوا لها لايك وشير وتعملوا سبسكرايب على القناة عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. عيد سعيد عليكم وعلى الجميع يا رب ان شاء الله، وكل عام وحضراتكم بخير.